في محافظة درعا كاميرا الأخبار ترافق قواتنا الباسلة على الحدود السورية الأردنية وترصد الواقع هناك. والقادمون عبر الحدود إلى سوريا في معبر النصيب يروون بعضا مما عانوه في الداخل الأردني. الزميل المراسل الحربي طاهر حيدر أعد لنا التقرير التالي. الحدود السورية الأردنية، جولتنا الميدانية في محافظة درعا على كامل الحدود السورية الأردنية برفقة الجيش العربي السوري. طبعا نحن متجهين حاليا على او نتحرك على الطريق الحربي، متجهين من اتجاه من دوار زبين وباتجاه قرية نصيب الحدودية. راح نشوف هون القرية اللي على يسارنا تحديد تماما اسمها كوم الرف، قرية أردنية، والمخافر اللي امامنا هي مخافر لحرس الحدود. تعرضت هذه المخافر بعض منها لهجوم المجموعات الإرهابية اللي تم التسلل عن طريق الحدود السورية الأردنية، وتعرضت لأعمال إرهابية وإجرام بحق هذه المخافر. هذه هي الحدود، وهذا هو الساتر الترابي الحدودي، ومن خلفه الأراضي والقرى الأردنية، وهذه أيضا المخافر الحدودية الأردنية والتي كانت شاهدا على حجم الاعتداء والتسلل على الأراضي السورية. وبالإمكان رؤية مخيمات الذل التي أجبر السوريون على العيش فيها نتيجة إجرام العصابات الإرهابية وتواطؤ من خطط ونظم وجودها. أطلعنا رجال الحرس الحدودي السوري الأبطال على طبيعة الاعتداءات التي تعرضوا لها من هجمات العصابات الإرهابية المرتزقة. بين كل مخفر وآخر قصة اعتداء مدعومة خارجيا. هذه هي القرى الأردنية، وهي صبحة وصبيحة وباعج التي تتواجد بها العصابات الإرهابية والموازية للقرى السورية في محافظة درعا، وهي طيسية واسماقيات، والتي منها أيضا تم الهجوم على المخافر الحدودية السورية وبتغطية من العصابات المتواجدة في القرى الأردنية. اعتداءات متكررة على السيارات والحافلات العابرة باتجاه الداخل السوري. هذه الحافلة كانت للركاب المدنيين والتي تم استهدافها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة على الحدود الأردنية السورية، وعلى ما يبدو أن بعض الركاب كانوا من أصحاب الإعاقة الجسدية. هذه الكرسي المدولبة هي لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهنا قصة أخرى من الاعتداءات يرويها لنا رجال الحرس الحدودي، والذين تصدوا لهذه الاعتداءات وقضوا على العديد من العصابات الإرهابية. النقطة اللي نحن فيها حاليا هي تقع 4 كيلومتر جنوب قرية المتاعية. هذا هو الشريط الحدودي بين الحدود الجمهورية العربية السورية والأردن. المناطق اللي أمامنا تماما، في عنا قرية سما الأردنية، عنا قرية أم السراب، وباتجاه الغرب قرية نصيب الحدودية. الموقع اللي أمامنا هو برج للحرس الحدود الأردني، مركب عليه كاميرات مراقبة، ويعتبر مقر قيادي لحرس الحدود الأردني. بالمقابل هوني عنا مخفر لحرس الحدود السوري، تعرض هالمخفر لهجوم المجموعات الإرهابية. كان في اعتداء شديد وهوجم بمجموعات كبيرة من المسلحين. تابعنا لنصل إلى المعبر الحدودي نصيب. حركة مستمرة عليه وعمل دؤوب من الجمارك العامة فيه. على
على الحدود السورية الأردنية وبالتحديد من مركز نصيب الحدود رأينا التباين الشاسع بين عدد الأشخاص الخارجون وعدد الأشخاص القادمون إلى الأراضي السورية وإلى بلدهم، منهم من درعا ومنهم من باقي المحافظات. وأنا جاي هنا على سوريا ما في أي شيء، ما في شيء أصلا يعرقل، سامع عليه لا. بس الناس أصلا ما هي خايفة من شيء اسمه حكومة ولا خايفة شيء من اسمه جيش، خايفة من العصابات المسلحة، هذا اللي خايفين منه بس. أخبرنا المسافرون عن حجم المعاناة التي عانوها داخل الأردن وفي الحدود الأردنية، وهذه إحدى القصص. أنا جاي من منبج محافظة حلب، جاي على الأردن على أساس هاي الحدود السورية، يعني ما أخرون شيء، يعني فتنا بكل سهولة. بس يوم جينا على الأردن وقف تفتيش، يعني أول حاجز أول حاجز تلقاني شو قال؟ يعني ما بعرف شو شب ما بعرف شو حكى، قالوا يلا ترى بدي ارجع الباص كله، يعني هيك ببراده ولا باي شيء ولا باحترام ولا باي قدر. يعني انت كمان صار معك نفس الحادث؟ نفس الشيء، انا كنا باص واحد، احنا 33 واحد دخلوا اثنين على الاردن، 31 رجعوا هون. هاي ختمين ملقي حطوا له، ختمين مو ختم واحد. نفس الشيء، انا من 89 رايح راجع من الحدود السوريه ومن الحدود الاردنيه، وهذا ساعه طالع ختم نظامي، بعدين رجع ختم ملقي ملغى. طيب قلت له شنو السبب؟ قال ما حكى. قلت له شنو السبب؟ قال قلت له انا صار لي من 89 رايح راجع، يعني ما علي ولا اي ملاحظه. يعني انت 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 شو برايك السبب؟ يعني ليش السبب؟ ما بعرف، انه بدهم مصاري مثلا، بدهم مصاري او يحولون على مخيم الزعتري او شيء، يعني شيء هيك، يعني شغله معروفه. هم بالعلني قالوا لنا اياها، بعدين بالعلني قالوا لنا اياها، تروحون تفوتون على مخيم الزعتري، ناس يريدون منها 500 دينار، ناس 700 دينار، ناس 1000 دينار، يعني ادنى بعسكري، يمكن عسكري قال تعطوني 200 دينار وبعدين من غد تدفعون 500. الجيش العربي السوري له بصمته في اي مكان يتواجد فيه الارهاب، وله كلمته في الدفاع عن الحدود في السماء والماء والارض. لاخبار التلفزيون العربي السوري، طاهر حيدر، درعا. شكرا للزميل طاهر. نبقى في درعا حيث